تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد رحيل رفسنجاني الرئيس صانع الرؤساء. علي أكبر هاشمي رفسنجاني كان قبل كده رئيس مجلس الشورى وبعد كده رئيس الجمهورية في إيران، رحل قبل ساعتين إثر أزمة قلبية. علي هاشمي رفسنجاني من الشخصيات البارزة في الثورة الإيرانية مع آية الله الخميني، لكن بينظر إليه باستمرار أنه بينتمي إلى معسكر الاعتدال، وأن كانت مواقفه أقرب للتصالح مع العالم العربي من آية الله خامنئي ومن أحمدي نجاد ومن الطيار الذي يسمى بالطيار المحافظ. هو نشأ في أسرة غنية، عيلته كان عندها تجارة الفستق، من أشهر العائلات في هذه التجارة، وجنوا أرباح طائلة، وبعد كده عمل بالسياسة لغاية ما وصل لرئاسة الجمهورية. لكن مش بس هو رئيس، إنما كمان صانع الرؤساء. هو قدم 2 رؤساء في رئاسة إيران. هو اللي قدم خاتمي، الرئيس الإيراني محمد خاتمي، هو اللي قدم الرئيس الحالي روحاني. فهو اللي قدم خاتمي وهو اللي قدم روحاني، فهو رئيس صنع رئيسين في حكم إيران. كان عنده جرأة في التعامل مع النظام باعتباره أصلا من آباء الثورة الإيرانية، وكان مرشح يكون المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بعد خامنئي، إلا أنه هو مات قبل خامنئي. لكن هاشمي رفسنجاني كان بيلقى هجوم كبير جدا من الطيار الآخر، الطيار المحافظ، وده خلاه في آخر مرات، يعني آخر تصريحات لي، كان منفعل جدا وكان بيهاجمهم وبيقول أن احنا عندنا قادة أغبياء وجهلة يحكمون إيران، وقال إنه مفيش أسوأ من كده نظام علشان يحكم الدولة الإيرانية. هاشمي رفسنجاني الذي كان رئيسا للجمهورية والذي صنع رئيسين للجمهورية في إيران، والذي كان ينتظر أن يكون المرشد الأعلى بعد خامنئي، رحل اليوم. 2، على مصر ألا تغلق كل الأبواب مع أوباما بعد الرحيل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيام ويغادر البيت الأبيض. المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون لم تدخل البيت الأبيض. في كلام أنها ممكن تكون عمدة نيويورك، في كلام أنها مش هتدخل في عمودية نيويورك. في كل الأحوال رحل أوباما وانتهى زمن أوباما في البيت الأبيض. لكن اللي عايز أقول لحضراتكم إن أوباما لم ينتهي تماما، وإن هو يظل رمز في الحزب الديمقراطي، وتظل أمريكا حزبين، الحزب الجمهوري الذي يمثله الرئيس ترامب الآن، والحزب الديمقراطي اللي هو يمثل المعارضة الآن. هل من مصلحتنا إن احنا نقعد نهاجم كتير أوباما ونهاجم كتير هيلاري كلينتون ونقطع كل الخطوط مع الحزب الديمقراطي وعلى رأسه أوباما وهيلاري كلينتون والآخرين، ولا حكمة تقتضي أن كمان يكون لنا خطوط اتصال مع هؤلاء وننتهز فرصة خروجهم من السلطة؟ قريب سمعت تعبير ممتاز من الدكتور مصطفى الفقي بيقول أنه أوباما هيقود المعارضة الأمريكية ولو من وراء ستار، وأنه دوره لن ينتهي. وده كلام مهم جدا الدكتور مصطفى الفقي نبني عليه، لأنه في السياسة لابد يكون في حكمة ولابد يكون في فتح خطوط مع الجميع. نمرة واحد في هذا التحليل ان احنا مش من مصلحتنا كمصر نستعدي الحزب الديمقراطي ونهاجم باستمرار الحزب الديمقراطي ونهاجم اوباما وهيلاري كلينتون. لا شك كانت سياستهم مأساوية وكانت عدائية ودعموا التطرف والتشدد في منطقة الشرق الأوسط، وربما لفترة طويلة عملوا ضد الدولة المصرية. إنما السياسة في النهاية كيف أدير المصلحة في كل مرحلة. فأوباما حين يخرج هيظل شخص مهم، وهيلاري كلينتون مهمة، والحزب الديمقراطي مهم ومؤثر، وقد يعود للسلطة في أي وقت، وسيعود قطعا للسلطة الحزب الديمقراطي في وقت ما قريب أو بعيد. يبقى إذا مش من مصلحة مصر وهي بتبني السياسة الخارجية المصرية إن الإعلام يتعامل باستمرار مع العداء على العداء لأوباما وهيلاري كلينتون، مش مصلحتنا استعداء أوباما ولا هيلاري كلينتون. 2،
لا ينبغي ان نخش صراع كبير زي ده، الديمقراطي والجمهوري، ترامب واوباما، ترامب وهيلاري، بمنطق الاهلي والزمالك، ان خلاص فزنا وترامب فاز على اوباما. احنا مش طرف في الموضوع، الامريكيين هم اللي اختاروا، والامريكيين هم اللي ابعدوا، والامريكيين هم اللي جابوا ترامب، والامريكيين اللي ممكن بعد كده غيروا ترامب. في كل الاحوال دي معركه داخليه، انا مصلحتي اكون عندي صله قويه بالطرفين، لان في الكونجرس الحزب الديمقراطي اوباما ممكن يعطل مصالح مصر بقوه في الكونجرس، وهيلاري كلينتون الناس بتوعها اقوياء جدا في المؤسسات الامريكيه، والناس بتوع اوباما اقوياء جدا في المؤسسات الامريكيه، من CIA لFBI لوزاره الخارجيه للكونجرس الامريكي لمراكز الدراسات للجامعات للشركات الكبرى للمجمعات الصناعيه العسكريه، كل دي مؤسسات موجودين فيها بقوه. انا لما اقعد بقى اخش في معركه طويله المدى بعد هم ما خرجوا من السلطه، انا بخسر نفوذهم في كل هذه المؤسسات وبيستمروا كاعداء، مع ان عندي فرصه لتحييد اوباما. فينبغي يكون الاستراتيجيه الاعلاميه اللي احنا بنبنيها هي تحييد اوباما وتحييد هيلاري كلينتون، مش ان انا استعديهم بمنطق الاهلي والزمالك، الاهلي فاز او الزمالك انهزم. انا ممكن يكون لي صله بالاهلي وصله بالزمالك، وفي ماتش اشجع فيه الاهلي وماتش اشجع فيه الزمالك، ونفس الماتش اشجع فيه الاهلي والزمالك او اكون ضد الاثنين. السياسه فيها كل الاحتمالات، وفيها عدم قطع الخطوط، وفيها اللي مش مفيد في السلطه مفيد في المعارضه، وفيها اذا ما كانش مفيد ينبغي الا اجعله مضر، وفيها اذا كان مضر ينبغي ان احجم ضرره واقلل من ضرره تجاه بلدنا. والنقطه الثالثه ديت فرصه ذهبيه ان احنا نشرح للحزب الديمقراطي موضوع الارهاب والتطرف الديني وتنظيمات الاسلام السياسي اللي بهدلت العالم الاسلامي ثم العالم ككل. يمكن كده اوباما بقى قاعد عنده فراغ شوية، وهيلاري كلينتون مستعدة تسمع، والحزب الديمقراطي مستعد يسمع. الحزب الديمقراطي كان واقف بقوة مع تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة، دلوقتي وهم بره السلطة فرصة نبعت بقى خبراء وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وعلماء سياسة وشخصيات بارزة في الحكومة وبارزة في مجلس النواب المصري، كل دول يروحوا يشرحوا للحزب الديمقراطي بعد ما خرج من السلطة ايه اللي حصل بالظبط، ويشرحوا لهم بقى بهدوء ايه اللي هم عملوه وايه اللي احنا مختلفين فيه. لان احنا لما نشرح للديمقراطي هذا الموقف، والجمهوري عنده فكره كويسه عن الارهاب عمل ايه في المنطقه، يبقى احنا في هذه الحاله بنامن قدر الامكان معرفه القاده الامريكيين في الحزبين بقضايا الارهاب ومشكلتنا مع الارهاب. فرصه ان اوباما خرج وهيلاري خرجت ان احنا نتفاهم معاهم ونشرح لهم بقى بهدوء ورويه وتأدة ايه بالظبط اللي حصل، علشان يكون عندهم فرصه لفهم ما الذي جرى ويجري في منطقتنا والعالم. والنقطه الرابعه والاخيره، المكايده السياسيه خطأ. لا ينبغي ان يكون هناك كيد في السياسه، ولا انك تكون بتغاظ في السياسه، ولا انك تنتقم نفسيا في السياسه. ليس في السياسه مكايده، في السياسة مصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة. وبالتالي نفس الطرف اللي كان ضدي قبل كده في معركة كبيرة جدا وربما استهدف إنهاء الدولة المصرية، ممكن في مرحلة لاحقة أتفاهم معاه علشان أحافظ على مصالحي أو أقلل من الأضرار المتوقعة تجاه بلدنا. وبالتالي النغمة السائدة في جزء من الإعلام المصري اللي هو منطق المكايدة والغيظ والشماتة في أي قوة سياسية في العالم أي دولة في العالم، ده كلام لا علمي ولا وطني ولا يليق. المكايدة لا تناسب، احنا دولة كبيرة ودولة عظيمة ودولة لها مكانة ولها تاريخ، ولابد نتعامل بموجب هذه المكانة وهذا التاريخ وصورتنا الرائعة أو التي ينبغي أن تكون أروع من ذلك لدى كل دول العالم. موجز هذا القول، لا ينبغي ان احنا نغلق الابواب مع اوباما، ولا ينبغي ان احنا نسلك سلوك المكايده او الشماته مع اوباما وهيلاري كلينتون، وان احنا ينبغي نشرح لهم
لأن دي فرصة كبيرة جدا لتحييد الحزب الديمقراطي، لأن ممكن بكرة أو بعده تلاقي هيلاري كلينتون قررت فعلا تخش انتخابات نيويورك وبقت عمدة نيويورك وأثرت بقوة على قرارات ترامب، وتلاقي أوباما رجاله دخلوا في مواقع أخرى كبيرة والتفوا من أماكن مختلفة ولسه عندهم قوة موجودة في الكونجرس. أنا مصلحتي في النهاية كبلد إن أنا ما أخسرش الحزب الديمقراطي باستمرار، إنما زي ما كان كده بيقول معاوية بن أبي سفيان إن لابد أن يكون هناك خيط باستمرار مع جميع الأطراف، مع كل الأطراف، ولو البعض حاول يقطع هذا الخيط أنا حاول أوصله ولو كان خيطا رقيقا. من مصلحتنا أن نتفاهم بقوة مع الحزب الجمهوري وأن نحيد بقوة ولا نستعدي الحزب الديمقراطي. ثلاثة، المعاهدات السياسية لا تعيد أرواح الموتى. كل شوية بنشوف أزمات في العالم في الآخر نلاقي مفاوضين أو قوى دولية وإقليمية قعدوا علشان يتفهموا في هذه القضية، لكن شفت في أي معاهدة سياسية في الدنيا رجعت أرواح الموتى؟ ما حصلش. في أي تسوية سياسية لأي قضية رجعت الناس اللي ماتت للحياة؟ الناس اللي أصيبت رجعتها كما كانت؟ الناس اللي اتشردت رجعت كما كانت قبل التشرد؟ البلد اللي اتهدمت رجعت بسهولة كما كانت؟ صعب جدا. وبالتالي بعض الكوارث السياسية مجرد وقوعها خلص من الصعب جدا ترميم ما جرى، ومن الصعب جدا ان احنا او من المستحيل تماما ان احنا نرجع ارواح الموتى، ومن الصعب جدا ان احنا نرجع النازحين او نرجع اللاجئين. وعلى ذلك النموذج في سوريا، لو دلوقتي في تفاهم بين تركيا وبين روسيا وبين ايران هذا الثلاثي، وبرضه تركيا عضو في الناتو، هل ترامب وبوتين هيتفاهموا يحلوا المشكلة السورية؟ هل مش هيحلوا المشكلة السورية؟ أيا كان الأمر، اتحلت المشكلة في سوريا؟ ما اتحلتش المشكلة في سوريا؟ ساب المشكلة في سوريا النظام، المعارضة، داعش، روسيا، تركيا، النصرة، أيا كان. أي قوة سنية، شيعية، إقليمية أو دولية، عربية أو أفرنجية، أيا كان الأمر. سوريا عانت كتير جدا، أسوأ معاناة في العالم. عارفين حضراتكم بالأرقام مات كام واحد في سوريا 2016؟ مات حوالي 48 ألف شخص. كل اللي ماتوا من أول الأزمة إلى الآن وصلوا كام؟ وصلوا 500,000 قتيل، رقم مروع. 11% تقريبا من السكان قتلوا في هذه الحرب في السنوات العجاف الماضية. تخيل، ده تقدير الجارديان، لما 11% من السكان ماتوا، 2,000,000 أصيبوا، بنتكلم بقى على أكتر من 10,000,000 مشردين ما بين نازحين، يعني مشردين جوه سوريا، ولاجئين مشردين بره سوريا، يعني تقريبا نص البلد انتهت. يعني انت لو على موبايلك مسجل مثلا 400 اسم، في 200 من 400 دول يا ماتوا يا أصيبوا يا نازحين يا لاجئين. من كل 2 تعرفهم في سوريا في واحد حصل له حاجة، يا مات يا بلا منزل يا إما جريح يا إما أصلا مختفي ما نعرفش فين. مأساة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لما نلاقي أن الرقم 470 ألف قتيل، قرابة 500,000 قتيل، منهم قرابة 50 ألف قتيل في عام 2016، لما نلاقي 2,000,000 جريح، لما لا أكتر من 10,000,000 بلا مأوى في التلج ده، عشان شوية برد موجودين في القاهرة كل الناس كل الهدوم اللي عندها لابساها. تخيل بقى دول البرد أكتر ومفيش أصلا حاجة يلبسوها، ولو عندهم حاجة يلبسوها هم قاعدين في خيام. شوف بقى ما يتحركوا برا الخيام ويعيشوا جوه الخيام في التلج والصقيع اللي احنا فيه ده، ازاي ممكن يعيش 10,000,000 إنسان خارج منازلهم؟ مأساة ما بعدها مأساة. نوصل في 2017 لتسوية؟ ما نوصلش لتسوية. يكون في سلام؟ ما فيش سلام. يقعد بشار يمشي بشار، تتحالف المعارضة لا تتحالف، أيا كان الأمر، احنا إزاء حقيقة مرعبة إن سوريا اللي كانت مزدهرة
وجميلة ولها تاريخ رائع خرجت بره التاريخ، ومجهود كبير جدا علشان ترجع سوريا تاني جوه التاريخ. اللي يشوف مشاهد اللي حصل في مدن سوريا ومنها حلب دعك من السياسة، خليك بقى فيما وراء السياسة. مدينة أشباح، مباني مهدمة، مفيش حد ماشي، الدنيا منهارة. دي حلب اللي كانت العاصمة التجارية، كانت عاصمة حضارية وعاصمة تاريخية للمنطقة ككل، تحولت إلى مدينة الأشباح كلها مكسرة وكلها مهدمة، أسوأ من مدن الحرب العالمية الثانية. الدرس الرئيسي في هذه المحنة التي تخصنا جميعا، محنة سوريا الشقيقة، إن احنا لازم ندرك إن بعض المشكلات بلا حل، وإن التسويات لا تعيد الموتى، والمعاهدات لا تعيد المدن، والسياسة لا تضمد بالضرورة جراح الوطن. ماذا لو انتهى غاز الهيليوم من العالم؟ كلنا عارفين غاز الهيليوم، لكن للأسف معروف لدى كتير من الناس باللعبة الشهيرة جدا، الناس اللي هي بتحط غاز الهيليوم داخل البالونات عشان ترتفع لأعلى جدا جدا في الأفراح والمناسبات. فالبلالين الطائرة في الهواء بغاز الهيليوم تقريبا دي معرفتنا الأساسية أو معرفة بعضنا الأساسية عن غاز الهيليوم. البعض في لعبة مسلية أنه يستنشق غاز الهيليوم صوته يتغير تماما، تلاقي صوت تاني قطعا مثير للضحك، زي ما نشوف بعد شوية في تقارير لبي بي سي عن أحد الضيوف من نجوم الفن العالميين اللي استنشق غاز الهيليوم، ودي بتغير صوته بطريقة تثير الضحك. لكن الحقيقة غاز الهيليوم مش للتسلية بس، مش إن الناس تطير بيه بالونات في الهواء ولا تغير بيه صوتها وهي بتهزر مع بعضها، لأن غاز الهيليوم أساسي في الطب، في أجهزة الرنين المغناطيسي، وأساسي في الطاقة النووية. وغاز الهيليوم في العالم موجود بكميات محدودة، ولو انتهى غاز الهيليوم في العالم معناه أن أجهزة الرنين المغناطيسي مش هتعمل، وحاجات تانية تكنولوجية نووية مش هتعمل نتيجة انتهاء غاز الهيليوم. العالم بيستهلك سنويا كمية من الهيليوم تصل إلى 8 مليار قدم مكعب من الهيليوم، لكن كل احتياطي العالم كام؟ احتياطي العالم قليل جدا، حاجة و50 مليار قدم مكعب من الهيليوم. وده معناه طبقا لمواقع منها ساسا بوست انه ممكن بعد كده نلاقي نفاذ الهيليوم في العالم. علماء من جامعة أكسفورد في تنزانيا عملوا تجارب كتيرة جدا، نجحوا في النهاية ان هم يطلعوا او يصلوا الى مناطق صخرية فيها غاز الهيليوم يقدر يمشي العالم عدة سنوات قادمة. غاز الهيليوم اسمه الكيميائي العلمي H2، والعدد الذري 2، والغاز ده موجود في الصخور العميقة، بيطلع مع الغاز والنفط. يعني أثناء وإحنا بنستخرج بترول أو غاز طبيعي بنلاقي غاز الهيليوم بيطلع مع الغاز الطبيعي أو مع النفط. طبعا لو أنت سبته هيتطاير لغاية ما يوصل للفضاء، فبيتم تكثيف ذلك والحصول على غاز الهيليوم. لكن ده بدأ يقل في العالم. في تنزانيا بقى وصلوا المناطق فيها براكين، فلما يحصل براكين أو حركة تحت القشرة الأرضية ولما يكون في تكتلات صخرية كبيرة جدا بيتم طرد أو خروج غاز الهيليوم، وبالتالي بيتم العثور عليه. في كل الأحوال غاز الهيليوم مهم جدا في الطاقة النووية، مهم جدا في الأجهزة الطبية ولا سيما أجهزة الرنين المغناطيسي. الأطباء بيحذروا إن لو انتهى في العالم ده هيكون خطر كبير قدام، هيوقف كل هذه الأجهزة، وبالتالي هم بينشدوا كفاية الناس تطير بالونات في الهواء، وكفاية تهزر في إنها تغير صوتها باستنشاق غاز الهيليوم، لأن الطب والإنسان في أمس الحاجة إلى ذلك الغاز الذي أوشك على النفاذ. ترامب الاشتراكي تعديل الرأسمالية. النظرية الرأسمالية حضراتكم مبنية على فكرة أساسية اللي هي حرية التجارة، حرية السوق،
يبقى البلد منفتحة جدا في الصادرات والواردات، وبالتالي لما أنا أجي أصدر لك أي سلعة ينبغي ما تحطش عليها جمارك، وعشان كده الرأسمالية بتتجه إلى إلغاء الجمارك تماما، فيبقى في حرية تامة لانتقال السلع والأفراد يعبروا أي حدود بدون حواجز، أو الكلمة الشهيرة جدا منذ المركنتيلية اللي هي مؤسسة للرأسمالية اللي هي دعه يمر. دلوقتي ترامب بيغير هذه المعادلة تماما، بدأ يعمل حواجز على التجارة الدولية. طبعا لو حد، لو احنا في مصر أو دولة أخرى عملت حواجز عشان تحمي الصناعة الوطنية يبدأ يقول لك ده انتوا واخدين منحى اشتراكي، انتوا متوقفين ضد الرأسمالية، انتوا ضد روح العصر، انتوا ضد العولمة وإلى آخر هذا الكلام. لكن دلوقتي ترامب بيعمل ده. ترامب رغم أنه رأسمالي كبير وهو شخصيا ملياردير ومن قلب المؤسسة الرأسمالية، إلا أن سلوكه بعد سلوك ترامب اشتراكي. شركة تويوتا عملاق صناعة الطيران، صناعة السيارات في اليابان، هتعمل مصنع في المكسيك تصدر منه لأمريكا. ليه في المكسيك؟ الأرض رخيصة والمصانع رخيصة والعمال أجورهم رخيصة، وبالتالي لما هم يصنعوا في المكسيك ويصدروا لأمريكا يكسبوا كتير جدا. وقبليها شركة فورد كانت برضه حاطة حوالي 1.6 مليار دولار علشان تعمل مصنع في المكسيك تصدر بيه لأمريكا. وقبليها جنرال موتورز هي كمان كانت عاملة مصنع كبير في المكسيك بتخطط ليه عشان تصدر لأمريكا. الرئيس ترامب قال لهم ايه؟ التلاتة مش هينفع نهائي يعملوا حاجة في المكسيك، يا إما هيدفعوا جمارك، هيزود بقى الرسوم 35% اللي هي تقريبا كل أرباحهم كده يدمر أرباحهم، أو إن هم يصنعوا جوه أمريكا. ولما قال الكلام ده أسهم هذه الشركات اهتزت في البورصة، والشركات التلاتة تراجعوا. تويوتا قالوا خلاص مش هنعمل المصنع ده، فورد لغوا المصنع، جنرال موتورز تراجعوا. فالشركات التلاتة ودول عمالقة صناعة الطيارات، جنرال موتورز الأمريكية وفورد الأمريكية وتويوتا اليابانية، فكل المصانع ديت مش هتفتح في المكسيك، مش هتشتغل في المكسيك. المكسيكيين بيقولوا ده كلام ضد الرأسمالية والتجارة الدولية والتجارة الحرة وضد الاستثمار كل ده. ولا ترامب اهتز وقال بقى جملة غريبة جدا، قال لك على جثتي إذا تويوتا قدرت تعمل هذا المصنع وكسبت منه مش هسمح، لازم يعملوا المصنع ده جوه أمريكا مش في المكسيك، لأن ترامب عايز يبقى كل الصناعة دي وكل العمالة والوظائف وكل الضرائب كل ده داخل أمريكا، مش المكسيك اللي تكسب أو الشركة اللي تكسب أو اليابان اللي تكسب، إنما أمريكا اللي تكسب. محدش يقدر بسهولة يلوم ترامب على هذا التفكير، لأنه عايز وظائف للشعب الأمريكي وعايز عوائد اقتصادية لبلاده، لكن كده بيضر بالرأسمالية وحرية التجارة وحرية حركة الاستثمار من دولة إلى دولة. كل ده مش مهم، المهم مصلحة أمريكا عند ترامب. لو إحنا عملنا ده يقولوا أنتوا بقيتوا اشتراكيين وبقيتوا يساريين وبقيتوا ضد التجارة الدولية وضد الرأسمالية والعولمة. إنما ترامب يعمل ده ولا واحد تتكلم والشركات ولا نفس، وتقريبا بس يعني ترامب يكتب تويتاي على تويتر مفيش 10 دقايق يطلع رئيس الشركة العالمية الكبيرة دي تويوتا ولا جنرال موتورز ولا فورد يقول احنا اسفين واحنا خلاص لغينا هذا المشروع. يبقى ترامب لما ياخد منحة اشتراكي محدش بينطق، لكن دول العالم الثالث لما تاخد سياسات حمائية لصناعتها او من اجل الانتعاش الاقتصادي جواها تفاجأ بالاتهامات الاشتراكية. اما ان يكون ترامب اشتراكيا فلا احد يستطيع ان يفتح فمه. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.